والعلاقات الثنائية بين البلدين هي مبنية على أولا على نسيج قوي من المسائل، أولا الدين والدم كما قيل، العلاقات التاريخية كما ذكرت حالة، وهذا مهم، وهذا يعطيه إذا هناك مؤهلات لتعزيز وتطوير هذه العلاقات. ونختار نقول في هذا النطاق، لأن ما دام هناك هذا التنسيق بين القطاعين وبين قائد البلدين، وهناك يعلن آفاق إن شاء الله لتعزيز هذه العلاقات وتعميقها حول اتجاه إن شاء الله آفاق أرحب إن شاء الله وأوسع، وإن شاء الله نشاكر معالي الوزير وأخي العزيز على الاستقبال الحار، هو دائما استقبال أخوي ومثمر وإيجاد. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.